السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع بيعمل صيانة أو بيعمل نظام السي ام ام اس، بحيث إن أنت عندك كل الأجهزة اللي موجودة في المبنى وتبقى معاك تاريخ صيانة والأوردر بتاع السنة اللي فيها. فده اف اي اي اكس، ممكن تيجي هنا تشوف الأسيتس اللي موجودة. دي كل الأسيتس، كل الاسيتس اللي موجوده في المشروع. هقول له مثلا اعمل لي اسيت جديده، ده اكيوبمنت وده لوكيشن، تمام. فممكن مثلا نقول له احنا عايزين نحط الاكيوبمنت، انت هتسجلها وبعد كده لما تيجي تعمل صيانه تدي اوردر مثلا حد من نوع من صيانه اعمل في المكان دوت. طيب هنسمي دي مثلا فانكول يونت 007، الكود بتاعها 313، الكريتيريا بتاعتها ديسكريبشن الكاتيجوري. فتبدأ بقى تشوف ايه الكاتيجوري اللي موجودة، مثلا فان كول يونت. اللوكيشن موجود فين، تبدأ بقى تشوف السايتس اللي موجودة، تمام. احنا المفروض نضيف سايت في الأول. طيب اليوزر، تمام. هنا مثلا لغايه دلوقتي مفيش غير عمر سليم. الجنرال ديتيلز، الاكونت، التفاصيل كلها، وتقول له سيف. هتبدا تظهر بقى معاك الاكيوبمنت هنا والتوريق وكل حاجه. هنا بقى الجزء الخاص بالفاسيلتيز، هنا بقى ممكن تحط صوره معينه، هنا الباركود بحيث ان انت تبدا تمسح بالجهاز بتاع الباركود، ده جزء من حاجة معينة، تمام. فتبدأ تشوف ايه الحاجات اللي موجودة بالشكل دوت، السيتي، البوست كود، الكاونتري، كل المعلومات، البارتس لو في اي بارتات موجودة، الفايلز، كاستم، اللوج. ممكن تقول له سيف اند كريت انذر، فيبدأ يضيف. ممكن بقى نيجي على المينتيننس ورك اوردر، فاحنا عايزين نعمل كرييت لورك اوردر، ده هنا الاستاتس بتاعته اوبن، لما يخلص هنخليه نحولها بقى لكلوز، نقفلها او اون هولد او درافت وهكذا. مينتيننس تايب هنخلي دي مثلا حاجه خاصه بالالكتريكال، البريوريتي بتاعتها مثلا هاي. الاسيتس، في اسس واحده اللي احنا لسه ضفناها، بروجكت، تبدا تشوف انهي مشروع اللي موجود معاك وتضيف ليه. ممكن تقول له نيو وتضيف اسم مشروع جديد، وبعد كده ترجع تشوف بروجكت 1 مثلا اهوت. التاريخ اللي المفروض ان احنا نخلص فيه الحاجه ديت، احنا لازم نخلصها مثلا بكره مثلا. هنا بقى بتعمل سامري، وهنا بقى بتحط بقى البارتات اللي البارتس الاجزاء اللي ممكن تتغير، الليبر تاسك، فتقدر تكتب وصف ليها مثلا change. اوكي، والاستيميت التقدير بتاعك، الفايلز لو في اي ملفات هتعملها اتاشمنت، بيقولك اعمل سيف الاول عشان تقدر ترفع الاتاشمنت اللي انت عايزه. اد ليبر، بتبدأ تشوف لو في اي موظفين عندك، مفيش غير عمر سليم، تمام. فتبدأ تضيفه بحيث ان هو ده اللي هيجيله على الايميل ان هو في حاجة المفروض يعملها. عايز تضيف حاجة تانية هتقول له اد، وتبدأ تقول له بقى description اد assigned user، مين اللي شغال معانا، تمام. فممكن تبدأ تضيف start date، يبدأ الشغل طبعا، خليه النهاردة عشان يلحق يخلص. المفروض دي كام ساعة، ساعتين. complete by user، اوكي. فيبدأ يضيف لنا المهام اللي موجودة، تمام. طبعا تقدر تضيف اكتر من شخص يشتغل في المهمة ديت. طيب نقدر ندخل بعد كده، بعد ما نقول سيف عشان نشوف التاني ما يضيعش، هدخل لنا على السبلاير،
مين السبلاير بتوعي؟ نيو بارتس اند سبلاير. كود اللي هيجاب الستوك البيزنس مثلا، البيزنس ممكن تضيف اي بيزنس انت عايزه، واللوكيشن والفايلز. طبعا انت في اول مره بتبذل شويه جهد وتعمله، او بيبقى عندك ملف اكسل من مشروع قبل كده تضيف كل السبلايرز اللي انت عايز تضيفهم. بزنس تايب مثلا، ده سيرفيس بروفايد، ده واحد بيأدي الخدمة. تمام، تقول له سيف فيبدأ يحفظ لك البيانات.